محمد صبحي مضى لبيراميدز خلاص، ومستحيل الفارس الأبيض يلعب في كأس العالم للأندية. تصريحات صادمة من إعلامي شهير، تعالوا نشوف إيه الحكاية. خلاص بقى حارس في صفوف نادي بيراميدز، وهيعلن ده بشكل رسمي خلال أيام. تصريحات صادمة من الإعلامي أحمد شوبير بتكشف مصير محمد صبحي حارس مرمى الزمالك. الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، وده بخصوص اقتراب حارس الزمالك من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان ارتبط اكتر من اسم داخل نادي الزمالك بالانتقال لصفوف بيراميدز، وده خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل خروج الحارس من حسابات معتمد جمال المدير الفني. شوبير قال ان صبحي حارس الزمالك بيقترب من الانتقال لبيراميدز خلال الفتره المقبله، فاضل بس شويه رطوش بسيطه تفصل الحارس عن خطوه التواجد في بيراميدز كصفقه انتقال حر. محمد صبحي توصل لاتفاق شبه مبدئي مع اداره بيراميدز للانتقال لصفوفه، واللي كان مجلس اداره نادي الزمالك قرر ايقاف الحارس وزميله احمد فتوح والزناري بسبب خروجهم معسكر الفريق قبل مباراة زد بدون الحصول على إذن، وتغريمهم ماليا وإيقافهم لمدة شهر والتدريب بشكل منفرد مع عرضهم للبيع. وانتهت ثلاثي الفريق مدة الإيقاف وعادوا للمشاركة إلى التدريبات الجماعية، لكن حتى الآن خارج حسابات معتمد جمال المدير الفني للفريق. كمان كشف شوبير عن الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وقال الأندية اللي هتشارك من قارة أفريقيا في كأس العالم الأهلي، الوداد المغربي، أبطال النسخ الأربعة الأخيرة من البطولة، الأهلي ثلاث مرات والوداد مرة، بالإضافة إلى بطل النسخة الحالية من البطولة. ولو كان الأهلي أو الوداد هيكون طرف المباراة النهائية التاني، ويتبقى مقعد رابع لقارة إفريقيا يتم تحديده بحسب معايير التصنيف القاري للأندية، واللي لا يخدم نادي الزمالك إطلاقا للأسف الشديد. شوبير قال كمان إن الترتيب لا يسعف الفارس الأبيض، ولا يمكن للزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية. البعض هيقولي الزمالك بيكسب الكونفدرالية ويشارك، أقول له لا، مونديال الأندية بياخد أبطال دوري الأبطال بس، وحتى لو نقاط الزمالك ارتفعت وكسب الكونفدرالية والسوبر الإفريقي كمان، في فارق كبير جدا في النقاط بينه وبين تقريبا 9 أندية، بخلاف الأهلي والوداد أعلى منه في التصنيف. حاليا الأهلي 110 نقطة، والوداد 102، وصن داونز 81، والترجي 75، وشباب بلوزداد 49، وبترو أتلتيكو 49، وسيمبا 45، والزمالك بقى مركزه 12 برصيد 28. فقصة الزمالك يتأهل مفيش أمل فيها، وبيستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقات ساجرادا الأنجولي. المباراة لها تقام في تمام الساعة 6 مساء الأربعاء المقبل في أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الإفريقية. ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقط بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي وسوار الغين وسجرادا الأنجولي في ثلاث جولات السابقة بدور المجموعات. ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة نادي الزمالك ونظيره سجرادا الأنجولي.